أول ما نفوت على الكود الدعوة اللي بعتنا إياها الشخص نفقس هون على اللينك، يعني بنروح على الصفحة الأساسية على التسجيل. أنا اليوم بدي أسجل لوحدة اسمها مريم مصري، بحط اسمه فوق اللي بدي إياه. أنا هحط مريم 88، أوكي مريم 88. بنزل، إذا بتلاحظوا في عندي 4 خانات فاضيين، 1 2 3 4، هدول الأربعة لازم أحط فيهم نفس الرقم نفس الباسورد، وحاول ما أعطي الباسورد لحدا. بطلع بحط الإيميل هون، الكود الدعوي ما خصنا فيه ما بيتغير لأنه انبعت من قبل الشخص اللي دعاني. بنزل على الإيميل بحط الإيميل الأساسي اللي لازم يكون محفوظ عندك، يعني حافظينه هو والباسورد، لأنه أي سحب أي إيداع أي تحويل مصاري حيبعتوا كود على إيميلكم، بيضيع الإيميل بيضيع الباسورد ضاع المصريات راح الشغل في شوش. حط إد جيميل دوت كوم، هيك نفس الكود. بفقص على الصفحة اللي هي جيت كفيريفيكيشن كود، هون بيعطوني انه اوكي اجى الكود على الجيميل. بروح على الجيميل على حساب اللي هو مريم، جيميل مريم، بعمل ريفرش، بنطر انفورميشن كود من الانستا انس فيديو كود، في هيدا الكود اللي هون شايفينه، هيدا اللي هون بعمل له كوبي كوبي، وبروح على الصفحة الأساسية وبحط الكود هون. بنتبه بشيل كلمة كود من نقطتين لأنه بالغلط إنه معي، بحط بس الرقم وبعمل كليك للفيريفاي. هون لما بفز على هيدي كليك بيطلعني لهيدي الصفحة اللي فوق اللي هي بازل، ماشي. هالبازل هون في معك هيدا السهم اللي هون بدي يروح ويجي، هيك في هيدي تركيبة يعني بدي حطها محل الفاضي. هلأ تطلع الصورة بعد شوي، حسب إذا الإنترنت سريع تطلع بسرعة، إذا الإنترنت ضعيف بدنا ننطر خير الله. ما بحرك السهم الا ما اتاكد انه اجت البازل اللي انا بدي احطها محلها. طلعت الصوره، انطر شوي هسه ليقوى النت لتطلع البازل وركبها. بيطلع اخر شيء على هيدي السفره اخر فقسه اللي هي سنت ان ناو، نحن وحظنا ان شاء الله يزبط، بس تعطي انه اليوزر نيم قبل موجود، فبطلع طلوع وغير الاسم. فبحط حغير الاسم، بحاول كذا مره ليزبط معي، حط ام ماجسكول بركي مريم 88، برجع بنزل اخر فقسه، ما بفقس شيء الا اخر وحده سيني اب، كمان ما زبطت. ضلني بحاول مع اسماء تانية، انا حطيت مريومة 12. اوه زبط زبط، اوكي. هلا بس اخلص يزبط الاكونت هونيك، بيجي لهون بحط الاسم اللي حطيته فوق، انا حطيت مريومة 12، وبنزل بحط هون الباسورد اللي انا حطيته 4 مرات على الخانات الفاضية، وبعمل لوج ان. فتت هلأ بروح على صفحة الابليكيشن، هون بقى الشغل. اذا لاحظتوا هيدي اللي هون، لاحظوا انا هاي هيدي كأنها دعاية شرح مفصل، انا ما بدي في شي فيها، بفقص على الطرف بطلع منها. اوكي انتو في اي بي زيرو، اشتركت بالفي اي بي زيرو افيلاب موجوده اللي انا اشتركت فيها، بعمل كلام. هيدي صفحتنا، اذا لاحظتوا نزلت الابلكيشن، لاحظوا هون نزل، لاني نزلت الابلكيشن نزل معي دغري بحسابي $130. فوت برجع على البيت اللي هي الصفحه الاساسيه وبرجع بفقص على كلام. اعطاني ريسيف سكسفل، يعني نجحت معي العمليه واجوني الفيديوهات. بعمل كلوز، فوت على الصفحه اللي ناحى البيت، هيدا البيت اللي ناحى هون التاسك، هون بيجوا الفيديوهات. اذا لاحظتوا اجوا معنا 3 فيديوهات، فقص على هون الفيديو ما خصني بها اللي تحت، بفقص على سبميت يعني سبمايت وبفقص هون على السبمايت، بتعطيني هون سبمايت سكسسفلي انه نجح. نطلع من السهم اللي على الجنب فوق، بنفقس 3 الفيديو بنفس الطريقة.
بتصير الصفحة فاضية بعدين. لاحظتوا؟ ما في شيء، فقستهم كلهم. لاحظتوا هون شايفينهم؟ كانوا 130 صاروا 199 سنت، هون معناتها إنه أنا أجوني 3 فيديو هون 3 فقستهم. ماشي؟ هون خلص. هذا التشريج. هذا التشريج للفي أي بي زيرو، يعني نحن بس عم نشرج ونجمع شوية دولارات، ما بنقبض. ما بنقبض إلا ما نصير بهون بهيدا الفي أي بي 1، شايفينه؟ هذا الفي أي بي 1. لشرجه لازم يكون بحسابي. بحسابي ما 130 دولار، لا، لازم يكون هون 285 دولار. ماشي؟ أنا معي 130 دولار لأقدر أشترك وبلش أقبض وصير في أي بي 1 لبلش أقبض، جمع وأقبض عادي وأسحب مصاري. فشو بعمل؟ بدفع عند الصيرفي، عند الصراف، بعدين بقول لكم وين موجود الصراف. بدفع عند الصراف 258 ناقص 130، لازم أدفع 128 دولار. اوكي، بروح عند الصراف بدفع 128 دولار، بيزيد لي رصيدي هون، بصيروا 280 دولار، بصير بقدر شرج فوت واقدر شرج اللي هي الفي اي بي 1. بفقس على الابجريد، طلعوا هون بيعطيني لشرج في اي بي، ما لازم يكون معي مصاري. اوكي، قام اعطاني هون انه ما معك مبلغ كافي، مشان هيك مشان تعرفوا انه ما حدا بيقدر يشارج الا ما يكون بحسابه 258 دولار، اللي معنا منهم 130 دولار بقلب حسابنا اللي اول ما فتحناه. اوكي، هذا كل شيء لليوم.